تحياتي للجميع، تحية لجميع الأساتذة المناضلين، تحياتي لجميع الأساتذة المناضلات. يعني حنا أساتذة ديال شعبة الرياضيات فوج 2022 نعاني من المكونين، عندنا واحد جوج مكونين يعني كيهددونا، يعني كيمرضونا في صحتنا كما تنقولوا، كيعطيونا بزاف ديال التمارين وهذا وواحد الضغط كما تنقولوا، بأن الضغط كيولد الانفجار. لهذا فإن الجماهير والأساتذة المناضلين ارتأوا أنهم مابقاش يتعرضوا لهذه الأشكال من العنف والتهديدات والبلطجة. أننا أساتذة متدربين يعني تيقول لك بواحد العبارة، تيقول لك بأنه راه ماشي أي واحد دخل لهذا المركز غادي ينجح ويولي أستاذ، وإنما لعبوا لنا على النفسية ديالنا بزاف، لعبوا لنا على لا بيرسوناليتي، مابقيناش كنعسيو، بقينا تنعانيو معاناة داخل هاد الأسافي. إذا حنا راه عندنا واحد الجهد كنعطيو واحد الجهد، ما كتكونيش نتايا من الأول وكتسناني أنني نكون تلاميذ، ما يمكنش، امبوسيبل باش أنني نكون تلميذ وأنت ما نكونيش من الأول. ولهذا في الجماهير أنها حاضرة معنا هنا، يعني كما كنقولوا تتناضل على الحق ديالها، لذلك فالحق ينتزع ولا يعطى. حنا ما تنصرحوا بصراحة العبارة أننا ما بقيناش بغينا المكونين أن يكونوا هنا، يشوفوا معنا شي حل. الدولة خسر علينا 70 مليون في هاد السبع شهور باش نتكونوا في أحسن تكوين وفي واحد الجودة اللي تكون عالية، باش أننا العام المقبل إن شاء الله غادي نكونوا قد ديك المسؤولية ونكونوا تنعطيو بزاف. ولهذا فإننا نطالب برحيل هاد المكونين، ما بقيناش بغيناهم صراحة الله، ما بقيناش بغيناهم، والكل يشهدوا بذلك التصرفات ديالهم من داخل المؤسسة والأعوام اللي فاتوا. يعني رسبوا ربعة ديال الأساتذة متدربين، كيفاش غادي تحس ديك الأم بأنها كتقول لولدها راه ما نجحش؟ كيفاش غادي تحس؟ مرة كتقول لها راه نجح ولدك ومرة ما نجحش، وراه مسكينة راه كما تنقولوا راه غادي تحماق. وشحال مسكينة ديك المرة بكات العام كامل وهي كتبكي إلى حد الآن، وهو كيدخل بواحد الطريقة استهزائية المؤسسة وتضحك على الأشكال النضالية. علاش؟ علاش؟ لماذا؟ لماذا؟ علاش هادشي؟ علاش؟ ولهذا فإن الجماهير راه مازال صامدة، ومازال ربما غادي تكون مقاطعة ديال الامتحانات. خصنا ظروف باش أننا ندوزو الامتحانات، وخصنا ظروف باش أننا يكون تكوين جيد. وهذه راه رسالة لوزير التربية والوزير ديال التعليم باش أنه يعجلنا بالحل. لذا نطالب الجهات المسؤولة ونحملها كامل المسؤولية، وشكرا وتحياتي للجميع. بصفتي أستاذة متدربة في شعبة الرياضيات فوج 2022 بمركز فرع آسفي، كنتعرضوا للإهانات والتهديد المباشر من طرف أستاذين، والتفرقة بين شعبة الرياضيات وشعبة الفيزياء، باعتبار أن شعبة الرياضيات وشعبة الفيزياء هما شي حاجة اللي جاية من الوزارة. إذا حنا ما عندش شي أستاذ الحق بأنه يفرق بيناتنا ويقول لنا أنت فيزيك أنت مات، أجي أنت فيزيك أنت مات، بالإضافة للتهديدات المباشرة اللي هي كاينة في التقرير اللي هو مكتوب. وكانت واحد اللقاء بيننا وبين المدير والمدير الجهوي، وما خسر علينا غير كلمه واحده نساو، ما يمكن لناش نساو تهديدات
واننا اساتذه متدربين جينا، ما جيناش غير هكاك، جينا داز انتقاء، داز شفوي، داز كتابي، داز شفوي. اذا حنا كفاءه وماشي شي واحد، ماشي اي واحد غيجي ويهددنا ويقلل منا. وكنطالبوا بان هاد الاستاذين انهم يتغيروا باي طريقه، وان التكوين يكون تكوين ذو جوده، ماشي اللي جا غيبقى غير العشوائيه. ما كاين غير العشوائيه، وكاين ما كاينش واحد التخطيط للمجزوئات، ما كاينش واحد التناسق في تدريس المجزوئات. تهديدات لفظيه باعتبار ان استاذ متدرب جا وقال له غنخرج عليك كيف ما خرجت عليك العام الفايت، بالاضافه ديالي الى جات شي حاجه من الفوق غادي تكوني انت هي المرسبه، هذا قالها لواحد الاستاذه متدربه. وبالاضافه لهضرات وهضرات وهضرات بزاف اللي راه كلهم كاينين في التقرير، وتقدروا تطلعوا على التقرير راه مكتوب. وهذا الشيء المطلب ديالنا هو ان هاد المكونين يتغيروا في اقرب وقت، باش حنا نستمروا في التكوين ديالنا اللي شحال من شعبه كتدرس دابا وحنا خارجين كنحتاجوا. حنا ما بغيناش هذا الشيء. وبالاضافه ان الكفاءه عندنا، حنا ماشي ناس اللي ما عندهمش كفاءه ولا الناس اللي ما باغيينش يقراو. باعتباري انا جايه 600 كيلومتر للاسفي باش نقرا، وماشي غير انا، بزاف ديال الاساتذه المتدربين جايين باش يقراو. كاين اللي خلي ولادو، كاين اللي خلي بزاف ديال الحوايج وجاي باش يقرا، واجتاز المباراه، ماشي غير جا باش يقرا هكاك هكاك، يعني اجتاز مباراه كتابيه ومباراه شفويه. اذا خاصو كل احترام، وخاصو يتكون في واحد الظروف اللي هي جيده. حنا ما كنقولوش ان كنطالبوا بشي حاجه اللي كبيره، كنطالبوا بجوده في التكوين، كنطالبوا باحترام الاساتذه المتدربين كاملين، واحترام والجوده في التكوين. كنركزوا على الجوده في التكوين، وهي اللي بغينا، وهي اللي بغينا نوصلوا ليها. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.